بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أنا إن شاء الله جايب لكم وصفة كتير من الصحبات يجربوها، وكلهم نصحوني إن أنا أقدمها لكم علشان تستفيدوا بيها. الوصفة ديت هي وصفة للتخلص من الشعر الزائد إن شاء الله نهائيا، وهي عبارة عن معلقتين من الشامبو، أي شامبو، واربع معالق خل، وطبعا ايه الشفره ديت بتتباع في الاخزخانات، سهله جدا ومتوفره. تمام، فاحنا بنمسك دوت الشامبو، وبنضيف عليه الخل، وبنخلطهم كويس. الشامبو دوت عشان كمان يسهل من حركة المكنة على الجلد. والوصفة ديت ان شاء الله يا جماعة بتقضي نهائيا على الشعر الزائد بعد استخدامها بالتدريج. اول مرة هتحسي ان الشعر قل شوية، وبعديها هيقل اكتر، وبعديها هيقل اكتر حسب طبعا ايه كثافة الشعر. فمثلا كده، وبتيجي بعكس اتجاه الشعر كده، وان شاء الله الوصفة دهية تفوز على اعجابكم وتستفيدوا بيها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.